السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غادي نديرو التطبيق الموديل اللي شفتو في الصورة اللي في البداية ديال الفيديو. غادي نبداه معكم من الأول حتى الآخر. غادي نديرو أنا بهاد الألوان هادو. بالنسبة لهاد الموديل أخواتي راه ساهل في الخدمة وشكل معريتش بزاف، في غير 11 عين ولكن جا زوين. بزاف ديال أخواتي بغيو هاد النوع ديال راندا ما تكونش عريضة. غادي نبدا معكم اخواتي هذا الموديل من الاول حتى الاخر. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ما تنساوش ضغطوا على زر الاعجاب. اللي ما مشاركش في القناه تشارك. مرحبا بكم كامل في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وبارطاجيو اخواتي الفيديو مع الاخوات اللي مهتمات بالراندا، وشكرا لكم. نبداو بسم الله. كيف ما العاده اخواتي انا كنسبق الملاقيه هي الاولى، واخا نخدم غير خيط واحد حتى من بعد عاد نكمل. المهم نزلوا الملاقيه اللي نتوما بغيتو، القياس اللي بغيتو، وتنيو الثوب على هذاك القياس اللي نزلتو عليه غادي تبنيو وتبداو الراندا ديالكم. الحرير كيبقى اختياري، كيبقى على حسب الطالب. بالنسبه للمدير كيبقى هو هو، والحرير راه بغيتو تخدموا على جوج خدمو، بغيتو تخدموا على ثلاثه خدمو. بالنسبه للحرير على ثلاثه الشعرات غنخدم بالبرا النمره 5، اولا شي مره كنخدموا حتى بالبرا النمره 6. نجي لهنا لهاد القنيت، غنشد هنا، ندخل في هاد العوينه ديال الحرير، انا قربت لكم، غنهز هاد جوج عوينات اللي نزلت. ها وحده، ها جوج، هذا هو القياس اللي نزلت هنا. صافي، ونشد هنا في هذه القنيه الاخر. دابا ملي غنبغي نرجع، ليش اخواتي نتبتوا مزيان باش تبان لكم الخدمه واضحه. دابا غادي ندير الزياده، صافي ونرجع في جوج عوينات. دابا تيوليو عندنا ثلاثة، نشد هنا في هاد الجهة، ندير الزيادة. هاد الخيط اخواتي غير ديال التنبيل، حتى من بعد غنقطعو. كنبقاو نديرو الزيادة في الجنب حتى تنكملو القياس اللي بغينا. بالنسبه لهاد الراند هادي راه ما عريضاش بزاف، غنديروها على 11 عين، يمكن ليكم تزيدوا حتى اكثر. المهم الموديل اللي غادي نطبقوا في 11 عين في العرض، ندير الزياده، نشد هنا في الثوب وندير الزياده، واحد، جوج، ثلاثه، ربعه، خمسه، هسته، نشد هنا في الثوب، ندير الزياده ونرجع مع السطر عادي. غنبقى اخواتي نخدم وندير الزياده حتى نكمل القياس ديال 11 عين ونرجع لكم عادي، ما كاينش شي حاجه اللي هي صعيبه، غادي غير باش ما نطولش عليكم. صافي اخواتي كتبقاو تخدموا عادي حتى تيولي عندكم سطر في 11 عين. انا هذا عاد غنكمل في 11، غندير الزياده من هنا وغنحسبوا، ها واحد، جوج، ثلاثه، اربعه، خمسه، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، أحداش. صافي هذا هو القياس. غنقلب دابا التوب،
صافي كنقطعو اخواتي، راني موري لكم شحال مره كيفاش كنقطعو. شوفوا مقاس يكون ماضي، صافي كنحبسو بالتقطيعه هنا، ما ندوروش للجهه الاخرى. كتقطعو حتى لهاد الضربه هذه، غير ضروري شوفوا المقاس يكون شويه ماضي. صافي دابا كنحلوا هاد الخيوطه هادو، غنديروا خيط جديد. صافي وغنتني هاد التوب بحال هكا، غنطلع التنبيله بحال هكا من هاد الجهه ومن هاد الجهه، ونرجع لكم بحال هاد التقطيعه مواصلاش. غنزيد نقربها واحد شويه بحال المقاس حافي. صافي غادي نبل اخواتي ونرجع لكم. صافي اخواتي هانتوما انا قطعت هاد الفي ونشبتها. بالنسبه لهنا اخواتي كتخدم كل جهه بوحدها، غير باش تخدموها وما تجيكمش مفاوته ويطلع لكم الثوق مقاد، حاولوا تطبعوا بالستيلو، يعني تنيو هاد الجهه على هاد الجهه بحال هكا كيف ما تنوريكم دائما، خصوصا الا كانت بحال هكا كل راندا غتخدم بوحدها، تنيو بحال هكا الجويه على بعضياتهم وطبعوا من الداخل بالستيلو. حاولوا الطبعه ما ديروهاش جايه لهنا الحاشيه، غير من الداخل بحال هذه الطبعه، قلبوا بحال هكا تو وديروا طبعه بحال هكا مقابله معاها بهذه الطريقه، وزيدوا عاوتاني وطبعوا عاوتاني بحال هكا من هذه الجهه وفي الجهه اللي مقابله معاها، باش ملي تكونوا تخدموا اخواتي خاصكم تردوا البال هذه الطبعات يجيو مقابلين مع بعضياتهم. واخا تخدموا هنا وهنا، خاص ملي تقلبوا بحال هكا الخدمه اولا ملي تكونوا تخدموا في هذه الجهه، ملي توصلوا للطبعه خاص الجهه اللي مقابله معها حتى هي تكونوا وصلتوا للطبعه، غير باش يطلع لكم الثوق مقاد. صافي دابا غنكملوا هنا اخواتي، عندنا 11 عين. هنا غنشد في الثوب وغنهز العوينه الاولى ونخدم فيها بحال هكا، غندي هذه الجهه بضربه واحده كنسبقوها هي الاولى، نسبقوا هذه الخدمه هي الاولى بحال انا هنا، غنبقى نخدم حتى نوصل للطبعه، غير باش ملي نخدم الجهه الاخرى تجي قدها. صافي كنبقاو نشدو هكا في التوب ونخدمو في هاد العوينه، نعاود نخدم هنا ونشد في التوب، نحاولوا اخواتي ما نبعدوش الضربات في التوب باش تطلع لينا الراندا مسرحه، وما نشدوش حتى بزاف في التوب. صافي غنبقى غادي بهاد الطريقه، هنا الخيط ولا قصير غادي نبدلو وندير خيط اخر ونخدم واحد شويه، ندخل بحال هكا الخيط في التوب. انا خدمت اخواتي هاد شويه تقريبا حتى تقابلت مع العلامه، غندوز للجهه الاخرى بنفس الطريقه، غنجي لهنا نشد في التوب تركبو خيط جديد، نهز هاد العوينه ديال الحرير ونهز هاد العوينه الاولى نخدم فيها ونرجع هنا ونشد في التوب، نعاود نرجع في هاد العوينه نرجع نخدم فيها ونشد في التوب، نبقى غاديه بنفس الطريقه ونحاولوا اخواتي ما امكن يجيونا نفس العوينات اللي كاينين هنا يجيونا هنا. نشدو بحال هكا في التوب، نخدمو في هاد العوينه، ملي نكونو راجعين عاوتاني نخدمو هنا ونشدو في التوب، نحاولو ما نبعدوش الضربات وما نشدوش بزاف في التوب. غنحاول نحسب هاد العوينات اللي جاوني هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 غنحاول حتى هنا ندير 27. المهم انا غنبقى نخدم ونحسب غير باش طلع لينا الراندوم قاد. هانتوما اخواتي انا طلعت هاد الجهه الاخرى تقريبا جاوني قد قد حتى هنا جاتني 27 عين بحال هاد الجهه صافي. المهم غير باش ملي كنكملوا الخدمه ما تجيش مفاوته. غنجي دابا لهنا غنبدا باللون الاول اللي بغينا نخدمه به. غنشد في هاد العوينه الاولى نهز هاد العوينه ديال الحرير ونهز اربعه العوينات ها وحده جوج ثلاثة أربعة ونرجع فيهم نجي لهنا العوينة الثانية نشد فيها ونرجع عاوتاني في هاد ربعة العوينات. هنا كنخدمو في الأخر صافي ونعاودو نرجعو هنايا. نعاود نشد هنا في هاد الراندة ونرجع مع هاد السطر نتمنى اخواتي اللون يكون واضح ليكم. صافي هنا ولو عندنا ثلاثة العوينات واحد جوج ثلاثة نرجع مع هاد السطر نشد هنا في الراندة ونرجع غير في جوج ها واحد ها جوج وها جوج عوينات كنخليوهم. نعاود نرجع مع هاد جوج عوينات ونشد هنا في الراندة نعاود نرجع فيهم نعاود نشد هنا ونرجع حتى تيوليو عندنا هنا ثلاثة العوينات. هانتوما واحد جوج ها ثلاثة صافي. نخلي الخيط هنا وغندوز للجهة الأخرى بنفس اللون. نجيو للجهة الأخرى أخواتي بنفس الطريقة نشدو في العوينة الأولى نثبتو الحرير ونجيو لهاد العوينات غنهزو ربعة واحد جوج ثلاثة أربعة. غتبقى عندنا عوينة الوسط غادي نخليوها حتى من بعد صافي. وغنرجع في هاد ربعة العوينات ونشد هنا في هاد العوينات ونعاود نرجع ولو عندنا هنا جوج عوينات غنزيد سطر اخر حتى يولو عندنا ثلاثة دابا ملي كنحسبو في الاول هاد العوينات قد هنا قد هنا دابا كنبقاو نخدمو عادي. نرجع مع هاد السطر دابا ولاو عندنا هنا ثلاثة العوينات واحد جوج ثلاثة. نشد هنا وغنخدم دابا غير في جوجات واحد جوج وكنخلي جوج. غنعاود نرجع في هاد جوج عوينات حتى يوليو عندي عاوتاني هنا ثلاثة. صافي هنا ولاو عندنا ثلاثة واحد جوج ثلاثة بحال هنا واحد جوج ثلاثة.
هنا راه عندنا جوج عوينات وهنا جوج صافي. غادي نركب دابا اللون الاخر اللي بغينا نديرو. بالنسبه للموديل اللي شفتو راه فيه ربعه الالوان عاد اللون ديال الثوب. دابا غادي نركب لون اخر. غنجي لهنا اخواتي لهاد العوينات بثلاثه، غنهز العوينه الاولى نثبت فيها الحرير ونهز هاد جوج عوينات، واحد ها جوج، نعاود نرجع فيهم ونشد هنا في العوينه الثانيه، نرجع مع هاد جوج عوينات ونعاود نرجع نشد هنا في العوينه الثالثه ونرجع في هاد جوج عوينات، نعاود نرجع. دابا ولاو عندنا هنا ثلاثه، واحد جوج ثلاثه. ملي غنبغي نجي لهنا اخواتي فوق هاد جوج عوينات غنخدم في هاد العوينه نفسها اللي خدمت فيها من هاد الجهه، غنخدم فيها من هاد الجهه، غنهز هاد الجوجات، واحد ها جوج، ونجي لهنا لهاد العوينه ونزير هاد الخيط مزيان. نرجع دابا اخواتي في هاد جوج عوينات، انا راني قطعت هاد الخيط، وحده ها جوج صافي. وغنخلي هاد جوج عوينات ما نخدمش فيهم ونعاود نرجع مع السطر، واحد ها جوج، نشد هنا نرجع في هاد جوج عوينات. انا هنا اخواتي كنت خطات وحليت، بحال هاد الخيط تشنتف، نحيد من هادشي اللي مشنتف وغنبرمو مزيان. نعاود نرجع في جوج عوينات، غنبقى نخدم حتى يولي عندي في هاد الدريجه ثلاثه العوينات. نشد هنا نرجع مع هاد جوج عوينات، نعاود نرجع مع السطر صافي، ونخلي الخيط هنا. بالنسبه لهاد الخدمه اخواتي راه ديروا الخيط غير قصار، ما ديروش خيوط طوال دغيا كيخدموا لينا. غنركب خيط اخر وندوزو للجهه الاخرى، غنخدمو اخواتي بنفس الطريقه بنفس اللون. غنجي للعوينه الاولى نشد فيها نثبت الحرير ونهز هاد جوج عوينات، واحد جوج، ونرجع فيهم، واحد جوج، نشد في العوينه الثانيه نرجع في هاد جوج عوينات، نعاود نرجع نشد هنا في العوينه الثالثه، نرجع في هاد جوج عوينات ونعاود نرجع حتى كيوليو عندنا هنا ثلاثه العوينات، واحد جوج ثلاثه. دابا غنجي فوق هاد جوج عوينات، ضروري غنعاود الخدمه هنا في نفس العوينه اللي شديت فيها في الاخر، غنعاود نخدم فيها ها وحده ها جوج، نزير هاد العقده الاخرى مزيان ونجي لهنا لهاد العوينه. بغيتو تخدموا فوق الخيط خدموا فوقه واحد جوج ضربات وقطعوه، بغيتو تنزلوه لتحت حتى تعقدوه نزلوه، المهم الطريقه اللي تجيكم مزيانه ديروها. غنعاود نرجع في هاد جوج عوينات ها وحده ها جوج. نشد هنا في هاد العوينه صافي، غير نقطع هاد الحرير اللي خدمت به من قبل ونعاود نرجع في هاد جوج عوينات. هاد الراندة اخواتي راها ساهله. صافي نشد هنا في هاد العوينه، نرجع في هاد جوج عوينات، نكمل. انا وقفت الفيديو غير حتى داز الموتور، مهم واحد جوج، غنزيد هاد السطر هي ثلاثة صافي، ونخلي الخيط هنا. حنا سالينا في هاد الدريجة ثلاثة العوينات وهنا ثلاثة. دابا غنركبو اللون الاخر بنفس الطريقة اخواتي، غنبقاو نخدمو. نجي للعوينة الاولى نثبت فيها الحرير، نجي لهاد جوج عوينات نخدم فيهم، نرجع مع السطر، نعاود نشد في العوينه الثانيه ونرجع.
نرجع في جوج عوينات، نعود نرجع نشد في العوينة الثالثة، نرجع في جوج عوينات، نعود نرجع مع السطر. صافي تيوليو عندي هنا ثلاثة العوينات، غنجي لهنا فوقها جوج عوينات، هنا كنعاود نخدمو في نفس العوينة، نخدم هنا ونجي نخدم في العوينة الثانية وندوز لهنا العوينة اللي في هاد الراندة. دابا غنرجع غير في جوج، واحد جوج، ونعاود نرجع في جوج عوينات حتى يوليو عندي تاني في الجنب ثلاثة العوينات. نقطع هاد الخيط، نشد في هاد العوينة ونرجع. صافي ولاو عندنا في هاد الدريجة ثلاثة العوينات، غنركب خيط في نفس اللون وندوز للجهة الأخرى بنفس الطريقة. أخواتي نجي العوينة الأولى، راه بحال 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 هاد الجهة بحال هاد الجهة، نجي نهز هاد جوج عوينات، واحد جوج، نعاود نرجع فيهم حتى يولو عندي في الجنب ثلاثة العوينات. نحاولو نهزو هاد العوينات مقادين، ما نخليو حتى شوية منهم. نشد هنا في العوينة الثانية، نرجع في هاد جوج عوينات، نعاود نرجع، نشد في العوينة الثالثة، نرجع في هاد جوج عوينات ونعاود نرجع. صافي تيوليو عندي هنا ثلاثة العوينات، نجي لهنا في نفس العوينة نشدو، نشدو في هاد العوينة وهادي اللي هي الثانية، نزير هاد الضربة مزيان ونجي لهنا لهاد العوينة، نزيرو هاد الضربة. صافي نخدم دابا غير في جوج عوينات، النص، واحد جوج، نعاود نرجع في جوج عوينات. صافي هاد الخيط غنخدمو فوقو شي جوج ضربات ونقطعوه باش ما يجيناش باين تحت اللون، الحقيقة كيجي باين. انا راه تنقول من الاحسن نخليه لتحت حتى الاخر ونعقدو. المهم نكمل، نرجع في هاد جوج عوينات، نعاود نرجع فيهم، نشد هنا في هاد العوينه ونعاود نرجع، نعاود نرجع. صافي تيوليو عندنا هنا ثلاثه العوينات، واحد جوج ثلاثة. صافي وغنديروا اللون الاخر، غنخدم اخواتي اللون الاخر ونرجع لكم. صافي اخواتي ها نتوما انا طلعت شويه هاد الالوان، المهم بقيت كنخدم حتى وصلت لهنا باش تشوفوا هنا بان الراندة غاديه مقاده. هنا بقاو لي ثلاثه العوينات، هنا ثلاثه حقاش، فالاول حسبنا ودرنا هاد العلامات، والعلامات ها نتوما ملي كنقلبوا راه كيجيو مقابلين مع بعضياتهم. المهم دابا كنبقاو نخدموا عادي حقاش، في الاول حسبنا. من الاحسن اخواتي طبعوا بالستيلو وحسبوا باش تطلع لكم راندة مقاده. غنجيو دابا لهنا غنركبوا خيط في اللون ديال التوب، غنجيو لهاد العوينه الاولى ولا هادي بحال بحال. المهم اول عوينه غنشدو فيها، نهزو هاد العوينه ديال الحرير ونخدمو في هاد العوينه اللي الوسط اللي كنا خلينا، وندوز لهاد الجهه، نخدم هنا الوسط واحد الضربه ونجي لهاد العوينه، نعاود نخدم الوسط هاد العوينه وندوز لهنا العوينه الثانيه، نخدم الوسط. المهم كنطلعوا الملاقيه ديال واحد، كنلاقيو هاد الالوان مع بعضياتهم، ضروري خاصهم يجيو مقابلين. صافي تنشدو هنا في العوينه الاولى في هاد اللون، نخدمو الوسط وكنشدو في هاد العوينه الاولى في نفس اللون، ندوز هنا نجي للعوينه الثانيه، نخدم الوسط ونشد في العوينة الثانية. ضروري اخواتي يجيكم مقابلين، خاص تردوا بالكم. صافي كنبقاو غادي بنفس الطريقة حتى تنطلعوا مع التوق كامل.
صافي اخواتي، هانتوما انا كملت هذه الملاقيه ديال واحد الوسط. هذا هو الشكل اللي شفتو في الاول ديال الفيديو، هو هذا التطبيق ديالو، تيجي على هذا الشكل. انا وريت لكم اخواتي الطريقه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضحين الاعجاب ديالكم. من باب الدعم والتشجيع اخواتي ما تنسوش ضغطوا على زر الاعجاب. اللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه. وما تنسوش اخواتي بارطاجيو الفيديو مع الاخوات اللي مهتمات براندا وباغيه تتعلموا ليها. وشكرا لكم، السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.